اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا فيها. هلا، نفذت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عملية نوعية في صعدة أمس السبت. قتل على أثرها ابني عمومة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي عبد الله حسين بدر الدين الحوثي والبدر حميد الدين الحوثي، بحسب ما أفادت به قناة الإخبارية السعودية تحديدا. نتابع التقرير الثالث ثم نعود للنقاش. قصفت طائرات التحالف اليوم الأحد عددا من المركبات والمقار العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب الحدود السعودية اليمنية. كما تواصل دوريات حرس الحدود السعودي عمليات مسح في المحافظات الحدودية الأخرى التي تحاول الميليشيات استهدافها بقذائف الهاون والكاتيوشا. وبحسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية، فإن اثنين من عناصر جماعة الحوثي المتمردة في اليمن قتلا في عملية خاصة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم في محافظة صعدة، وهما عبد الله بن حسين بن بدر الدين الحوثي والبدر حميد الدين الحوثي، وفي خطوة من شأنها تخفيف سيطرة الحوثيين على محيط مدينة تعز المحاصرة. أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتهما على منطقة نجد قسيم والقبع غربي تعز، كما سيطر على مواقع نفطية بشبوة جنوبي البلاد. شكرا للزملاء على هذا التقرير. الحديث حول هذا الملف ينضم معي في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد سعيد الذيابي. اهلا وسهلا، حياك الله، شكرا لحضورك معنا. ماذا يعني مقتل ابني عمومه زعيم الحوثيين وهذه العمليه تحديدا؟ هل هي يعني مؤشر او اشاره الى نهايه هذه المعارك او اقتراب كبير من الانتصار؟ اخي علي، خليني بس لو تسمح لي اوضح مصطلح عندنا في النظام العسكري يسمونه النقاط الحاسمه ومركز الثقل. دائما مركز الثقل هو الموقع او الشخص اللي اذا تم ضربه او تحييده اثر على سير العمليات العسكريه وادى الى الحسم في اسرع وقت ممكن. قبل ما نصل لمركز الثقل، يوجد نقاط حاسمه وهي عباره عن مواقع او اشخاص عندما يتم تحييدهم او ضربهم يضعف مركز الثقل. ولذلك اتت العمليه الخاصه هذه نقلا، لا أثبت أوام في هذا نقل عن قناة الإخبارية، أتت العملية الخاصة هذه تصب في هذا المنحنى أنه دائما متى ما صارت الحلقة الضيقة لزعيم ميليشيا أو زعيم دكتاتوري دائما يعتمد على الحزام الضيق من الأقرباء والأصدقاء لإنجاز أعماله. ولذلك لما يتم تصفية هؤلاء القادة بعملية خاصة، ودائما العمليات الخاصة من أصعب العمليات العسكرية، ولذلك المملكة العربية السعودية وقوات التحالف مستعدة لمثل هذه العمليات فيما يسمى بالتمارين المشتركة وقت السلم. ولذلك التمارين المشتركة وقت السلم تسمى حرب السلام أو حرب السلم، ولذلك تشترك فيها طائرات وقوات برية وقوات خاصة. الهدف منها بكل 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 بساطة أنه تحييد أو القضاء على هدف عالي القيمة في وقت سانح لإضعاف مركز الثقل مثل ما أشرت، وهو عبد الملك الحوثي أو علي عبد الله الصالح. ولذلك تم تصفية أو تحييد قيادات كثيرة في مواقع كثيرة عن طريق عمليات خاصة أو عن طريق قصف جوي. أحيانا العمليات الخاصة يقودك لها معلومات استخبارية آنية جاهزة، ولذلك يفترض أن عندك خطة جاهزة بقوات مشتركة على تدريب عالي انها بحيث انها تحيد او تحجم او تعطل هذا الهدف عالي القيمه. ولذلك اتت هذه العمليه ولا شك انها تصب في مصلحه اضعاف الحوثي كونه يفقد الاذرع الحقيقيه اللي تديم عمليات العسكريه. ولذلك هؤلاء القائدين القريبين من عبد الملك الحوثي حسب ما قريت في بعض التقارير هم مسؤولين عن الامداد وجمع الاسلحه وتهريب الاسلحه والدعم المادي وجمع الاموال لهذه الميليشيا. ولذلك ضربهم اتى في وقت دقيق، وباذن الله نعول ان كل قياده يتم تحييدها او تعطيلها يصب في الهدف النهائي للحرب. طيب، تقييمك استراتيجيا وعسكريا لما يحدث الحرب الداخلية بين الجيش الشرعية
وبين الميليشيات الحوثي وقوات علي عبد الله صالح. كيف يعني كيف هو الواقع على الأرض؟ وأيضا عملنا العسكري إحنا على الأرض من ناحية القوات التحالف. إذا أخذنا اليمن نسميه إحنا، أنا يمكن في برنامج قبل كذا أخي علي تكلمت معك عن مسرح الحرب ومسرح العمليات ومسرح القتال، ثلاث مسارح للحرب واضحة ومحددة في العلم العسكري. اليوم نتكلم عن مسرح عمليات، لا يوجد اختراق حقيقي نستطيع أن نحلله، ما عدا خلال الشهرين الماضية أنه تم تطهير مارب، وهذا اختراق عملياتي وليس تكتيكي، تم تطهير الجوف بالكامل خلينا نقول 95%، وهذا اختراق عملياتي يصب في مصلحة التحالف وقوات الشرعية. تبقى المسائل العمليات التكتيكية في أرض اليمن في مناطق القتال، هذه أخوي علي مسؤول عنها قيادة ميدانية تعرف طبيعة الأرض، طبوغرافية الأرض، مصادر التهديد، قوة العدو الموجودة أمام تكتيكاته. ولذلك إذا قيمنا اليمن على مسرح العمليات نجد، وهذه حقائق ليست فرضيات، نتكلم عن حقائق واضحة يعني لا لبس فيها أخوي علي، أنه 80% من مساحة اليمن اليوم بيد الشرعية، أن المملكة ليست أو قوات التحالف ليس في عجلة من أمرها حتى يتم القضاء على الحوثي وعلي عبد الله الصالح في أسرع وقت ممكن، ومن ثم تبقى عندنا مشكلة تثبيت الأوضاع والاستقرار فيما بعد التحرير. ولذلك إذا تشاهد أخي علي أنه كل المناطق اللي تم تحريرها أنه يتم استتباب الأمن فيها على مراحل، يتم تطبيع الحياة للسكان، يتم حفظ الأمن وهذا أهم شيء اليوم في المناطق المحررة واللي عائدة للشرعية، يتم إعادة الخدمات والجهد الإغاثي والإنساني. كل هذه العمليات في النهاية في الغاية النهائية سوف تشكل ضغط هائل على المخلوع والحوثي بأنه لا مناص من الجلوس على طاولة المفاوضات وكسر إرادتهم، كون لا يمكن حل هذا النزاع والصراع إلا على طاولة المفاوضات وحل سياسي. ولذلك كل ما اقتربنا من الحل العسكري والحسم العسكري، والحسم العسكري أخي علي متروك للواقع الميداني على الأرض. إذا رجعنا الوراء قليلا، معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليمني صرح قبل يمكن شهر قال نحن نملك 100,000 جندي جاهز لتحرير اليمن. قوات التحالف عندها عنوان واضح وصريح أنه من سيحسم المعارك على أرض اليمن هم أبناء اليمن وأبناء الجيش اليمني. دور قوات التحالف يتمثل، وأنا دائما أتكلم وأسأل كثير عن النقطة هذه، أنه يتمثل في تقديم الجاهزية القتالية للجيش اليمني، في تقديم الإسناد الجوي القريب للجيش اليمني، في التدريب، في الأسلحة النوعية، في وضع الخطط، في تنفيذ عمليات خاصة عند الضرورة تحتاجها القوات الشرعية لمعالجة موقف معين أو هدف معين. لكن القرار الاستراتيجي أن من سيحسم معركة اليمن هم أبناء الشعب اليمني، ولن تكون هناك قوات تحالف تخترق الحزام الدفاعي إلى صنعاء ومن ثم تسقط صنعاء. دائما الحروب المستعجلة، دائما الحسم، يتكلم ناس كثير أن تأخرنا في الحسم، لكن الواقع والحقائق على الأرض تقول أن نمشي وفق خطة مدروسة هادية بإذن الله ستؤتي أكلها. إذا نظرنا للعراق ونرجع للوراء قليلا، نجد الجيش الأمريكي أقوى جيش في العالم سوى التفاف على منطقة الناصرية ومن ثم توجه إلى بغداد وأسقط النظام، وجلس 10 سنوات يعاني الأمرين في كيفية تثبيت الأوضاع وتطبيع الواقع في بغداد وفي العراق بشكل شامل. المملكة ودول التحالف أدركت الخطورة الوضع هذا، وأنه ليست أولوية لأن قصوى أن يتم اختراق الحاجز الدفاعي وإسقاط صنعاء في أسرع وقت ممكن، ومن ثم يبقى تثبيت الأوضاع وتطبيع الأوضاع على الأرض وضبط الأمن وتهيئة المناخ العام السياسي والعسكري سوف يعاني من مشاكل كبيرة. ولذلك اتخذت خطوة حسم الأمور خطوة خطوة، محافظة محافظة، حتى يتم الضغط إلى مركز الثقل وهو صنعاء العسكري في الوقت الحالي. وهذه أنا أتوقع أنها سوف تكون تحسم بعملية سياسية، حتى قوات التحالف أخي علي حريصة أشد الحرص، وبضرب لك أمثلة بسيطة يعني حريصة أشد الحرص لا يتم التأثير على المدنيين ولا يتم ضرب البنى التحتية. ولذلك القصر الرئاسي في تعز، إذا سمعت الأخبار كثير أنه سيطر عليها الحوثيين ومن ثم رجعت المقاومة وسيطرت عليه، قوات التحالف بقنبلة واحدة تستطيع أنها تمسح القصر هذا وتسوي به الأرض يعني. ولكن السكان، المباني، البنى التحتية المملكة حريصة عليها. ولذلك هذه الحرب
ضربات انتقائية للتعامل مع أهداف محددة. تستثمر دول التحالف في بناء جيش قوي يحفظ الأمن ويحقق الأهداف العسكرية في أسرع وقت ممكن، وهذا المعول عليه في القريب العاجل. شكرا لك سعادة العقيد الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد سعيد الذيابي على المشاركة وهذا التحليل. فعلا هي ضربة نوعية موفقة مشرفة الحقيقة لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وربما لها نتائج إيجابية ربما غير معلنة، ربما ستعلن لاحقا. نتمنى لجنودنا البواسل النصر والتوفيق. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.